كانوا من الرفاق والأصدقاء أو من الخصوم والمناوئين. وصاحبتك هذه الطبيعة السمحة حتى في التعامل مع الموت، فغادرتنا صبيحة الأمس وأنت تشفق علينا من أن نشاطرك بعضا من آلامك ومن وطأة مرضك العضال، ولم تكن بجوارك في اللحظات الأخيرة إلا رفيقة دربك، رفيقة العمر، زوجتك المناضلة راضية التي شاركتك الصبر والصمت والمكابدة حتى اللحظة الأخيرة. كنتما زوجين مثاليين في الدماثة والكيثار والصبر عند المحنة، وكنتما ترددان معا دائما عند اشتداد العمر في العسر والأوجاع جملتك المأثورة: لا شك أننا سنهزمهم. اون فينيرا بار لي زافوار. كل من يعرف عبد الرزاق يعرف هذه الجملة: اون فينيرا بار لي زافوار. وفعلا فقد انتصرت، وانتصرتما في النهاية، ورأيتما الثورة التونسية تحقق نصيبا هائلا من أحلامكما. يا صديقنا ويا رفيقنا ويا عزيزنا عبد الرزاق، لقد فقدنا فيك اليوم المناضل الطلابي والمناضل النقابي والمناضل الحقوقي والمناضل السياسي الذي عانق قلبه وعقله مبادئ الحرية والحق والعدالة، فأعطاها أحلى سنوات عمره وضحى من أجلها غاليا حتى النفس الأخير. عرفتك ساحة النضال الطلابي زعيما من زعماء النقابيين في الاتحاد العام لطلبة تونس، وعضوا قياديا بفرع شعبة علم الاجتماع بكلية الآداب، وساهمت مساهمة نوعية في إعداد أشغال مؤتمر قربة الشهير سنة 1971، إلى درجة أن اللوائح التي قدمها جزء هام من اليسار آنذاك إلى المؤتمر قدمت باسمك أنت يا عبد الرزاق، وكنت من بين أعضاء 105 الذين أمضوا العريضة المنددة بالانقلاب والتي لم تعترف بالقيادة التي انبثق عنها المؤتمر واعتبرت بأن المؤتمر لم ينهي أشغاله، وكنت أحد القياديين البارزين في حركة فيفري 1972، وواجهت القمع والاعتقال من أجل ذلك، ولم يثنيك ذلك عن مواصلة النضال، وكنت أول أعضاء اللجنة الجامعية المؤقتة التي كانت على رأس الهياكل النقابية المؤقتة آنذاك، ولعبت دورا مركزيا في هيكلة وترشيد النضال النقابي الطلابي حتى نهاية دراستك الجامعية ومغادرتك الكلية، وعند مباشرتك للعمل الوظيفي بالديوان التشغيل والعمال المهاجرين التحقت بالنضال في صفوف المنظمة الشغيرة. الاتحاد العام التونسي للشغل، واعتبارا لموقعك كخبير بشؤون العمال المهاجرين فلقد لعبت دورا محوريا في ربط الاتحاد وتركيز عنايته وهيكلة مجهوداته المتعلقة بهذه الفئة المتواجدة خارج أرض الوطن، وقمت بدور الوسيط بين الاتحاد وبين المنظمات التونسية المهتمة بقضايا المهاجرين مثل اتحاد العمال المهاجرين التونسيين لوتيت والفيدرالية التونسية لمواطني الضفتين لافتسيار وجمعية التونسيين بفرنسا لاتيف وغيرهم كثير، وقمت في هذا المضمار بدراسات وأبحاث ونضالات ميدانية كان لها عظيم الأثر في ربط جاليتنا المهاجرة بأرض الوطن وتعزيز وحدة المصير بين الشغالين سواء كانوا في أرض الوطن أو خارجه في أرض الهجرة. ولم تقتصرني ذلك على الحقل النقابي فقط، بل كنت من الرعيل المؤسس للحركة الحقوقية التونسية سواء بمشاركتك في تأسيس الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية وفي تقلبك مسؤولية عضو للهيئة المديرة لها، أو في نضالك صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة وحتى وفاتك مديرها التنفيذي. يا صديقنا ويا رفيقنا ويا عزيزنا يا عبد الرزاق،
لم تفقد تونس فيك المناضل النقابي والحقوقي والسياسي فقط، بل فقدت أيضا الباحث العلمي المجتهد والمثابر، فإن البحوث والدراسات القيمة التي قمت بها كمختص في علم الاجتماع وكخبير في شؤون الهجرة، والتي بلغ عددها ما يناهز 50 دراسة، تمثل حقيقة ذخيرة ثرية جدا ندعو العائلة والأصدقاء والاتحاد للعمل على جمعها وطبعها ونشرها بما تحتويه من معطيات وتحاليل واستنتاجات ذات قيمة علمية عالية جدا وثمينة جدا. يا صديقنا، يا رفيقنا، يا عزيزنا عبد الرزاق، لقد التحقت في النهاية بقائمة الرفاق الذين سبقوك في الرحيل، نور الدين بن خضر وأحمد بن عثمان ومحمد بن جنات والهاشمي ترودي وفاضل الدامسي والحبيب بن صالح وعبد السلام بن حميدة ولمين اليوسفي ومنصف الزغيدي ويوسف الزغيدي ورؤوف الزغيدي ورؤوف حمزة ومصطفى تليلي، والقائمة تطول بأسماء الأعزاء. لكن عزاؤنا يا أيها الرفاق الذين فارقونا، أن أرضنا ولادة وأن وطننا معطاء، فكلما وقع منا سيد قام سيد، وكلما ذبلت وردة أزهرت ألف وردة. ولا شك أنك ستهزم الموت يا عبد الرزاق، فأنت لن تموت. في هذه الأرض فيض من روحك وقيس من نورك، وإليك منا أنا كنت وأين كنت ألف ألف سلام والسلام. الله أكبر.